مات الأسد وخلف نعجة. هكذا سخر الغرب من تولي السلطان سليمان القانوني للعرش بعد والده السلطان القاطع سليم الأول. هذا الأخير كان يخشاه الصديق قبل العدو. أطلق عليه في أوروبا سليم الرهيب لقوته الكبيرة وشدة عزيمته، ولقد كانت الأخبار المتواترة عن ابنه سليمان تفيد بأنه لا يشبه أباه كثيرا، ذلك أنه كان كثير الصمت وكان أكثر ليونة من والده، وهذا ما جعل الأوروبيين يظنون أنه أقل قوة من والده ويسخرون منه كما أسلفنا قائلين مات الأسد وخلف نعجة، إلا أنهم لم يكونوا يعرفون بأنهم سيواجهون أقوى سلطان في تاريخ الدولة العثمانية. تولى السلطان سليمان العرش ليبدأ معه العصر الذهبي للدولة العثمانية. عن هذا الموضوع نخصص فيديو اليوم من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وإلى زيارة موقعنا manartfirdaus.com. تولى السلطان سليمان العرش في 30 من سبتمبر سنة 1525 ليدوم حكمه 45 عاما و341 يوما. ولقد كانت الدولة العثمانية أنذاك قد ضمت سلطنة المماليك بالإضافة إلى أراض شاسعة في المشرق العربي، وهكذا فلقد ورث سليمان الشاب عن أبيه دولة شاسعة وجيشا قويا جدا. كان سليمان أنذاك شابا واسع الطموح متشعب الثقافة والاطلاع، يتحدث 4 لغات كلغة أم. وبعد أن تم وصفه بالنعجة حسب ما ذكر عثمان نوري طوباش، علم الغربيون أنهم يواجهون رجلا من أعظم ملوك العالم في التاريخ، ولذلك نجد أنه يتم ذكره في الآداب الفرنسية والإنجليزية والألمانية، فيسمى بسليمان الأعظم وسليمان العظيم وسليمان الرائع. ولقد قضى هذا السلطان العظيم شطرا كبيرا من عمره في الغزوات، حيث أن المؤرخين عندما احتسبوا الوقت الذي قضاه على سهوة جواده غازيا أو محاربا أو فاتحا، وجدوا أن السلطان سليمان قضى أكثر من 10 سنوات في الحروب. أعلن الحرب على تمدد الإمبراطورية الإسبانية بعد أن كانت تحكم أغلب أوروبا الغربية، وحمل الملك الإسباني لقب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة أي إمبراطور الجرمان والإيطاليين. فاستنتجت فرنسا بسليمان الأول ما فتح أبواب تحالف بين الدولتين استمر أكثر من 250 عاما. وعندما وقع ملك فرنسا في الأسر أرسلت والدته رسالة إلى السلطان سليمان تستنجد به فيها، فكان الرد الشهير من سليمان القانوني الذي قال فيه لملك فرنسا أنه وال عنده. ولقد قام سليمان حقا بتحرير ملك فرنسا، كما أن سليمان القانوني عندما علم بأن النساء والرجال يرقصون مع بعضهم في حفلات عامة في فرنسا أرسل تهديدا إلى ملكها بضرورة إيقاف هذه الحفلات خشية أن تنتقل هذه العادة إلى الدولة العثمانية، وهدده بأنه في صورة ما لم يفعل هذا فإنه سيشن عليه حربا. نلاحظ أعزائي من كل هذا أن فرنسا كانت دولة تابعة للدولة العثمانية، أو كما وصفها السلطان سليمان كانت ولاية عنده. أيضا شارل كان إمبراطور النمسا القوي الذي يعتبر أحد أكبر أعداء السلطان سليمان كان يخشاه بشدة ويتجنب لقاءه، لم يستطع أبدا الوقوف في وجهه، حتى أنه وصل في إحدى الحروب إلى حالة هستيرية من الخوف جعلته يرمي بتاجه في البحر ويقول مخاطبا التاج ابتعد عني أيتها اللعبة وابحث عن رأس شخص آخر يرتديك. نفس الشيء على الجانب الآسيوي، فلقد فرض السلطان سليمان قوته ولم تستطع جيوش الدولة الصفوية أن تصمد أمامه، فلقد كان سليمان أنذاك أقوى رجل في العالم. أتمنى أعزائي أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.